بعض الشيوخ يقول أن هناك خلاف بين الأشعرية والسلفية، فهل يوجد خلاف بين الأشعرية والسلفية أم خلاف بين الأشعرية وأهل السنة؟ وما هو هذا الخلاف؟ هل هو خلاف فقهي أو عقدي؟ بالنسبة أولا برضو نضع المعيار لكلمة سلفية وكلمة أشعرية. كلمة سلف بمعنى ما مضى، له ما سلف أي ما مضى، وقد يكون بجهة في البشر سلف ما مضى يعني في الخير، وسلف ما مضى برضو في الشر. يقول لك سلفه إبليس، سلفه أبو جهل، ده في الشر. أما نحن كمسلمين وكأمة مسلمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث الصحيح: نعم السلف كنت لك. فهو ليس نعم السلف لابنته فاطمة فقط، إنما هو نعم السلف للأمة كلها. وهو اختصر هذا الأمر كله في كلمات بسيطة ومعبرة، قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فهذا ما سلف لنا في العقيدة والعمل، في النص وفهم النص. لذلك تعرف بعض السلف كلمة سنة أو سلف، قالوا: السنة ما لا اسم له إلا السنة. تحط له صوفية ليست سنة، تحط له أشعرية، تحط جنبها أشعرية ليست سنة، هي وحدها خالصة مطلقة السنة أو المنهج اللي كان عليه. عشان الوقت السلفية برضو شابه أشياء، الأشاعرة دي منسوبة لرجل رغم أنه رجع وتبرأ من ذلك كله، إلا إن بقي المسمى منسوبا لاسمه وهو أبو الحسن الأشعري. لكن هل في خلاف؟ نعم في خلاف جوهري. هنا بقى بنبص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه في مخالفة واحدة فقط فاحذروه كده. فما الظن بقى أن تكون المخالفة بين المنهج اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحر من الخلافات الضخمة جدا الجوهرية؟ عشان كده بنقول خش على المضمون، لو مخالفة واحدة يخرج بره أهل السنة والجماعة تماما. ألا يكفيه وألا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني أنا قلت لك يا عم سعيد: ألا يسعك ما كان عليه النبي وأصحابه؟ هترد عليا تقول لي إيه؟ سؤال بسأله لك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من وكل يسأل. مسلم، وكل مسلم ليس عنده إجابة إلا هذا. لو قلنا لأي مسلم: ألا يسعك ما وسع النبي وأصحابه من العقيدة والعمل والنص والفهم، محال مسلم صادق إلا سيجيب ويقول: لا يسعني ما وسعهم، من أنا بجوارهم؟ إذا كان هذا قد وسعهم فيسعني. فمعنى إن أنا أخترع أو أبتدع أو أضع مبادئ وأصول وعقائد بخلاف ما كان عليه النبي وصحبه، فهذا معنى إن أنا بدعي، زي ما الإمام أحمد بطر الفتنة إن هو علم القوم أم جاهلوا، يعني النبي والصحابة علموا أم جاهلوا ما تقولون؟ هتقولوا علموا؟ طيب لم يبلغوا بهذا، جاهلوا يعني إن هم جاهلوا بهذا وأنتم علمتموه، أمر صعب جدا أن يقبله مسلم. فكل مخترع بعد النبي صلى الله عليه وسلم من نص، من عقيدة وعمل، فأمر صعب جدا جدا أن يقبله الإسلام، ولا بد من التحذير من صاحبه ولو حاجة، يعني لو أمر واحد أو مبدأ واحد. عم سعيد، العقيدة الجوهرية عند الأشاعرة في ثلاث أمور، كل التفاصيل إنما هي منبثقة وخرجت من الثلاثة دول عند الأشاعرة: وجوب تقديم العقل، وجوب على النقل، النقل اللي هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هم بيقولوا وجوب تقديم العقل. هم بيفترضوا إن في تعارض وتناقض بين العقل والنقل. عند أهل السنة لا تعارض، لا تعارض نقل صحيح مع عقل صحيح، من كده فما فيش تعارض بين العقل والنقل عند أهل السنة. هم بقى افترضوا إن في تعارض وتناقض، فحطوا مبدأ عام اسمه وجوب تقديم النقل، العقل على النقل. وهذه في تفصيلها تودي أو تقول إلى الكفر الأكبر الذي يخرج من مثل الإسلام: أقدم عقلي على ما جاء عن الله، أو أقدم عقلي على ما جاء عن رسول الله أو عن صحابة رسول الله أو إجماع الأمة، لأن رد الإجماع يعتبر رد للنص. تاني حاجة برضو من الأصول العامة اللي هو النقل عندهم يعني قسمين: متواتر وآحاد. يعني كده ماشي، نحتاج، هم يقول لك نحتاج بالمتواتر، لكن
الآحاد لا نحتج به أبدا في باب الاعتقاد، وهذا بخلاف ما أجمعت عليه الأمة. حديث أحد زي حديث إنما الأعمال بالنيات، ده أنا بقول لك الخلافات الضخمة. فهل تردون هذا الحديث؟ سبحان الله، سيردون نصوص، لأن هذا الحديث غريب، رواه عمر وحده عن رسول الله، ورواه علقمة بن وقاص الليثي فقط لوحده عن عمر، ومحمد بن نهير رواه عن علقمة وحده، ويحيى بن سعيد رواه وحده، ورواه عن يحيى كثير من الناس. الأمر الثالث وهو وجوب تأويل جميع النقل حتى يتفق مع عقل، وجوب. يعني إذا كان الأمة أجمعت على فهم في مسألة وجه اتعرض على عقل الأشاعرة، لا، هم كده لابد يأولوا ويردوا الإجماع علشان يتماشى التأويل بتاعهم مع النقل. فدي الأصول العامة. طبعا بعد كده بقى القرآن كلام الله عز وجل نفسي وغير منطوق، بعد كده تأويل في الصفات وصفات الله عز وجل، بل نفي صفات وإثبات 7 صفات، أمور كثيرة جدا جدا، منها ما هو كفر ومنها ما هو ليس بكفر. فالخلافات ضخمة جدا، لابد من التحذير منهم، لابد من البيان، لابد من، وأعتذر إني أطلت في الجزئية دي شوية يعني. تفضل.